اختلف أهل العلم في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أسماؤه هي فقط ما صرح به، وقيل كل صفاته أسماء له. والثابت حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. محمد محمود الخصال، المثني عليه، المشكور، المرضي الأفعال، المفضل. والاسم صيغة مبالغة في الحمد، فهو المحمود في السماوات والأرض. وقد بشرت السيدة آمنة وهي حامل به صلى الله عليه وسلم برؤيا تأمرها أن تسميه محمدا. أحمد تفضيل من الحمد، فهو أحمد الحامدين لربه، به بشر الله النبيين من قبله صلى الله عليه وسلم وأنزله في التوراة والإنجيل، فعرف الناس لما بعث أنه الرسول الحق. الماحي، به محى الله الشرك والوثنية، ويمحو به ذنوب من آمن به واتبع هديه. الحاشر، يحشر الناس على قدمه، أي يحشر قبلهم، وفي المحشر يرجون شفاعته ومقامه المحمود الذي وعد به. العاقب، خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ببعثته تمت الرسالات وبلغت الأمانة، وأشرق دين الله على العالمين. هذه أسماؤه الخمسة صلى الله عليه وسلم. ماذا عن صفاته؟ أتحفظها؟